وعلى هامش الملتقى أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن الموقف الدولي تجاه الممارسات الإيرانية في المنطقة واضح، وأن على النظام في طهران أن يحسن من سياسته ويوضحها. الكل يدعو إلى عدم التصعيد. العالم، موقف العالم وايد واضح تجاه إيران. موقف العالم تجاه إيران واضح، لا تصعيد، لا أعمال عدائية، دعوة للتهدئة ودعوة للسلام ودعوة لاحترام حسن الجوار واحترام العلاقات مع الدول. هذا الموقف. لحظة، الموقف من إيران اللي احنا نسمعه هو الموقف اللي نقدر نسميه الكونفيوزد، الغير راسي على بر. يجب على الإيرانيين انهم يحسنون ويوضحون كلامهم ويوضحون مواقفهم عشان يفهمها العالم، لان كل يوم نسمع منهم مسج تذهب الى جهة، يجب أن تكون مسجهم واحدة مثل ما احنا مسجنا والعالم كله واحدة.